على هامش فعاليات مهرجان الجرين الثقافية 28 أقيمت اليوم الندوة الرئيسية للمهرجان تحت عنوان المشاريع الثقافية الأهلية قراءة الواقع واستشراف المستقبل. نعم، وقد شارك في الندوة عدد من الأسماء المميزة على مستوى الاستراتيجيات الثقافية الخليجية والعربية والتي لها من الإنتاج الثقافي ما يدعم الحركة الثقافية على مستوى الوطن العربي. بعد انطلاق مهرجان الجرين الثقافي بدورته 28 واستكمال فعاليات المهرجان سواء الفنية أو الثقافية، تستمر هذه الفعاليات في افتتاح أعمال الندوة الرئيسية للمهرجان والتي أقيمت تحت عنوان المشاريع الثقافية الأهلية قراءة الواقع واستشراف المستقبل. اليوم احنا في الندوة الرئيسية لمهرجان الجرين الثقافي 28، الندوة تتركز حول المشاريع الأهلية الثقافية والمشاريع الثقافية الأهلية قراءة الواقع واستشراف المستقبل. تركز الندوة على، طبعا الندوة تستمر إلى لمدة يومين، وتركز الندوة على المشاريع الأهلية التي تفيد الثقافة وكيفية الاستفادة منها وما هو مدى النجاح وما هو أسباب عدم النجاح. طبعا احنا في الآونة الأخيرة نرى كثير من المشاريع الشبابية التي تفيد الثقافة، نبي نرى ما هي أسباب النجاح وما هي أسباب الفشل لكي نعزز عملية النجاح ونحاول أن نتجنب الفشل. طبعا في المستقبل احنا يجب أن نركز على الطاقة الشبابية في عملية اللي هو الاقتصاد الإبداعي. هذه الندوة الفكرية لمهرجان الجرين يتخللها 10 جلسات ثقافية على مدى يومين، والتي تمثل أهم أركانها الرئيسية. يحضرها عدد من الأسماء المميزة على مستوى الاستراتيجيات الثقافية العربية. الدعوة الكريمة للمشاركة في مهرجان الجرين في الكويت، والندوة اليوم عن الاستراتيجيات الثقافية والعمل الثقافي الأهلي في الوسط الثقافي. وطبعا احنا عندنا تجارب عديدة في العمل الثقافي في مصر ما بين الجمعيات الأهلية وما بين المؤسسات الحكومية، وهناك استراتيجيات عديدة للتعاون بين الوزارة وبعض المؤسسات الأهلية العاملة في المجال الثقافي. فنحن هنا لنشارك بعضنا البعض بالآراء ونطرح المشروعات ونطرح الأفكار لوجود أرضية مشتركة في التعاون الثقافي بين مصر والكويت. الندوة تهدف من خلال هذه الكوكبة من صناع الثقافة على الساحة الفكرية والأدبية والفنية وإشراك منصات التواصل الاجتماعي لطرح تجاربهم وكيفية التأثير وصناعة جمهور ثقافي عبر وسائل التواصل الحديثة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.